بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الأخوة الأعزاء، أيها الأخوات الفاضلات، في حلقتنا العاشرة من سلسلة الإمام الغزالي بالذكرى وفاته 900 سنة. وقد كنا في الحلقة التاسعة في رحلة مع شيخنا الفاضل الشيخ عدنان إبراهيم في تمحيص الإمام الغزالي لأقوال الفلاسفة، ومنها أن العالم صنع لله، ولكنه خالفهم مع كونهم قالوا الحقيقة في هذا الموضوع. فالعالم فهم قالوا أنه صنعا تلقائيا ضروريا، وهذا خالفهم به قائلا أن الله فاعل مختار مبدع، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد كان إمامنا الغزالي باحث عن الحقيقة أكثر منه محاميا عن الشريعة، وكان يحسب له، والآن ما زال يحسب، أنه كان يأتي بعرض حجة خصمه على أحسن منهاج وأحسن شيء ممكن، وأخذ بعضهم عليه ذلك. والشيخ أخبرنا بكون هذا يحسب له، وهذا يجب أن نتعلمه في أيامنا هذه أيضا، كما فصل الشيخ الفاضل تفصيلا لم يسبقه أحد إليه، وسنتابع في هذه الحلقة هذا التفصيل إن شاء الله في المقولة، مقولة التي نسبت للإمام الغزالي نسبة ليست حرفية، وهي: ليس في الإمكان أبدع مما كان، وفرقها الكامل عن نظرية أفضل العوامل. ونفى الشيخ وفرقها بين نظرية أفضل العوالم، ونفى الشيخ ما ينسب للإمام الغزالي بكونه قال بأفضل العوالم نفيا تفصيليا، نرجو الرجوع إليه في الحلقة التاسعة من هذه السلسلة. ونتابع معكم إن شاء الله هذه الرحلة الفلسفية مع إمامنا الغزالي ومحاضرنا الشيخ عدنان إبراهيم. تفضل الشيخ عدنان. بارك الله فيك يا عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي، في مسألة أو موضوعة توسع الكون بين الفلاسفة الإغريق وابن رشد من جهة وأبي حامد من جهة أخرى، قلنا استطاع أبو حامد أن يثبت بعبقرية فعلا لافتة أن الكون على قاعدة المتكلمين وأيضا على قواعد العقلية التي يدين بها حادث مخلوق مبدع وله بداية في الزمن، وله بداية في الزمن، وعالج تشغيب الوهم على التسليم بهذه الحقيقة بطريقة كما تلوت عليكم من تهافته لا تخلو من ابتكار لافت، من ابتكار لافت. بعد ذلك قال أبو حامد رحمة الله تعالى عليه: وإن ادعاء أو زعم أن العالم الكون يعني الكوزموس لا يمكن أن يكون أكبر منه ولا أصغر منه، يعني أكبر مما هو عليه ولا أصغر مما هو عليه، قال هذا الزعم يلزم منه تعجيز الله. طبعا تقول لي الله لا يستطيع أن يجعل الكون أكبر مما هو عليه ولا أصغر مما هو عليه، يعني حين خلقه أو حين صدر بتعبيرهم عن الله صدر بهذا الحجم تماما وبقي استاتيكيا ساكنا، لا ينكمش ولا ينبعج ولا يزداد. يعني قال هذا زمن وتعجيز الله، يعني الله عاجز عن بعض الاشياء. ابن رشد في تهافت التهافت تصدى للرد على حجتنا على امامنا، ماذا قال؟ قال لا، قال هذا لا نسلم بانه يلزم منه تعجيز الله. انظروا الان الى حجه ابن رشد في منتهى التهافت، مغالطه واضحه جدا، فلسي. قال لان جعل الكون أكبر مما هو عليه أو أصغر مما هو عليه غير داخل في حد الممكن، هذا ليس من الممكنات بل هو من المحالات، يعني أمر لا معنى له في ذاته، محال هذا كجمع النقيضين، عجيب. هذا الذي نتناقش عنه هنا. ابن رشد وقع في في مصادرة على المطلوب، وقع في مصادرة، هذا ما يسمى بالمصادرة على المطلوب. أصلاً هذا هو موضوع النزاع. الله تبارك وتعالى يستطيع أن يجعله يزداد أو يتصغر أو لا يستطيع، أن تقول لي لا، لماذا؟ لأن هذا الموضوع هو من ضمن المحال لا من ضمن الممكن. أصلاً هو موضوع النزاع، أن نثبت
أنه محال أو ممكن. عجيب جدا يا أخي. ثم ذهب ابن رشد يقول، واضح على فكرة ابن رشد ذكي جدا بلا شك، لا يستطيع أحد أن يدل في ذكاء ابن رشد وعبقرية ابن رشد، لكن تذكروا مقولتي، العبقرية أحيانا تستحيل إلى غباء بلادة بالتقليد. حين تلتزم أن تدافع تقريبا عن كل ما قال أرسطو سوف تثبت في مراحل أنك إيه؟ غبي وبليد أحيانا، مش ابن رشد الذي يلتزم ذلك للأسف الشديد. هنا هذه مغالطة واضحة لا تسوق على إيه؟ على طفل صغير، واضح أنها مغالطة. عاد يقول ابن رشد رحمة الله تعالى عليه، قال يعني بمعنى الكلام، وإذ ثبت أن هذا ليس في حد الممكن بل هو في حد المحال، فلا يسمى العجز عن المحال عجزا، لأن المحال هو ما لا يكون، المحال إيه؟ لا معنى له. صحيح؟ هذه قاعدة صحيحة. المحال يعني أي شيء إذا كان محالا في ذاته لا يقال الله عاجز عنه، انتبهوا. لماذا؟ لأنه لا معنى له، هو كلام تخليط، هليانات، نائم أو محموم، كما يقال مثلا هل يستطيع الله ألا يستطيع؟ إيه هذا هذيان، هذا كلام فارغ، كيف يستطيع ألا يستطيع؟ المفروض أنه على كل شيء قدير. تقول لي بما أنه على كل شيء قدير هل يقدر على ألا يقدر؟ هذا كلام فارغ، أنت تتكلم كلاما لا معنى له، كلام من ناحية نحوية يمكن أن نرصفه وأن نعربه، لكن من ناحية منطقية وعقلية لا معنى له. وهو على فكرة تبسيط وتكثيف المثل السخيف في العصور الوسطى الأوروبية منتقل إلينا وموجود حتى في تراثنا، هل يستطيع الله أن يخلق خنجرا أو بعضهم قال لك صخرة أو جبلا من العظم والثقل والرزانة بحيث لا يستطيع أن إيه؟ يستقل بحمله. إذا قلت يستطيع ذلك فنسبت إليه العجز من حيثية عدم القدرة إيش؟ على حمله. هو قادر على خلقه بس عاجز عن حمله، فصار قادرا عاجزا مع انفكاك الجهة لكن عاجز الآن. وإن قلت لا يستطيع فنسبت إليه العجز من إيه؟ من حيثية عدم القدرة على الخلق، خلق هذا الشيء. لا، السؤال كله غلط. قبل أن تجيب عنه السؤال لا معنى له، وهو سؤال غبي، سؤال محال، لأنه يفترض في القادر كلية القدرة omnipotent يعني أن يكون ماذا؟ عاجزا. هذا تناقض. صحيح؟ إيه أنا لا أستطيع ذلك؟ إيه طبعا، إيه أنا بشر، إيه لست كلية القدرة، أنت لا تستطيع إيه لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع أن تخلق إيه؟ شيئا بحيث يكون من العظمة ولا تستطيع أن تستقل به. لا تستطيع، أنه ليس المفروض فيك أنك كلية القدرة، أشياء كثيرة لا تستطيعها، لكن الله كلي القدرة، فكل ما جاز في نفسه ولم يحله العقل تتسلط عليه القدرة، ممكن جدا. لكن كل ما أحاله العقل وليس له معنى في ذاته متناقض لا يقال إن القدرة تعجز عنه، لأن القدرة تعجز عن ماذا؟ المفروض أن تجعل الشيء له معنى، أما شيء لا معنى له فالسؤال كله يصبح ماذا؟ لا معنى له، فلا نجيبك، كلام فارغ. من أجابك بنعم فقد أخطأ، من أجابك بلا فقد أخطأ، لأن السؤال لا معنى له. كمن يقول هل يستطيع الله أن يجعل حاصل جمع واحد زائد واحد بساوي 100؟ هكذا من غير فلسفة، هكذا، مش نقول واحد في بطنه 50، لا، واحد زائد واحد يصيروا 100 وهم واحد زائد واحد، هذا كلام فارغ، لأن واحد زائد واحد لا يساوي إلا اثنين في هذا العالم وفي الجنة وفي النار وفي كل مكان، مستحيل. العقل يقضي بهذا، واحد زائد واحد بساوي 100 وبساوي 2 وبساوي 3 وبساوي 1000، هذا كلام محال، كلام فارغ، تخبيص، كلام لا معنى له، كلام مرتب هكذا لغويا لكن لا معنى له منطقيا. فابن رشد استند على هذه القاعدة الصحيحة وقال بما انه، لكن ايش عاد انتبهوا، القاعدة سليمة، هذه المقدمة في استدلال سليمة، لكن المقدمة الأولى اللي بتقول ايش؟ انه تكبير الكون او تصغيره عما هو عليه من اقسام المحال، هذا كلام فارغ. والعجيب ان ابا حامد قبل ابن رشد بنحو 90 سنة، هذا زي ما قلنا 505 هذاك 595، كتب بالحرف الواحد يقول إن هذا مكابرة للعقل، فإن العقل في تقدير العالم أكبر أو أصغر مما هو عليه بذراع ليس كتقدير الجمع بين السواد والبياض والوجود والعدم. يعني أن تكون هذه الصحيفة صفحة، يعني أن تكون سوداء هي الآن بيضاء، لا، أن تكون بيضاء سوداء في نفس الوقت، مستحيل، مستحيل، لأن جمع الضدين من إيه؟ من المحالات. نص أسود نص أبيض، هذا شيء ثاني، لا، أنا بدي مساحة منها أو كلها تكون سوداء بيضاء في الوقت عينه، مستحيل، هذا مستحيل. ولا تتعلق به القدرة الإلهية، لأنها لا تتعلق إيه؟ بشيء لا معنى له، هذا لا معنى له، فهمتوا؟ حد ذاته لا معنى له. لكن هل يستطيع الله أن يجعلها بيضاء
ثم سوداء في واحد على 100 بليون 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 بليون، إن انقلب من الثانية يستطيع، وأقل من هذا يستطيع. لكن سوداء بيضاء في الوقت ذاته كلام لا معنى له، حتى نقول الله يعجز عنه لا معنى له، فلا تتعلق به القدرة أصلاً حتى يقال إيه إنها تعجز. يعني التعجيز فرع ماذا؟ التعلق. لابد يكون في إمكان لتعلق القدرة، القدرة لا تتعلق بالمحال، واضح؟ أو الوجود والعدم، الإثبات والنفي. هل يستطيع الله أن يجعل إيه نعيم حياً ميتاً في الوقت ذاته؟ كلام فارغ. ما تقوليش آه يستطيع، ما تقوليش لا، غلط، تقول السؤال لا معنى له. كيف حي ميت؟ ما في. إن كان حياً فهو ليس إيه ميتاً، وإن كان إيه ميت فهو ليس حياً. طبعاً أن يستطيع أن يجعله قاعداً واقفاً في الوقت ذاته جمع النقيضين. فانتبهوا، من مبادئ العقل جمع النقيضين، يعني اجتماع النقيضين كارتفاع النقيضين. محال. ما معنى محال؟ لا معنى له. فأبو حامد بكل بساطة، هذا ما بده ذكاء على فكرة، الذي زيله الذكاء ابن رشد غفر الله له، أبو حامد قال لا يا جماعة، الله خليكم، موضوع مد العالم توسيع العالم أو تصغير العالم مش زي موضوع إيش حي ميت، أسود أبيض، كائن قائم قاعد، ملآن فارغ. الكوب أن يكون ملآن فارغا في نفس الوقت، مستحيل، هذا محال، ليس له معنى. إن كان ملآن فهو ليس فارغا، وإن كان فارغا فهو ليس إيه جمع النقيضين. فأبو حامد قال هذا ليس من هذا. ابن رشد ما شاء الله عليه من عنده هيك بضربة هيك سحرية بهلوانية، قال لك جعل العالم أكبر أو أصغر مما هو عليه من أقسام المحال. لا يا بابا، والله ما صدقت، لا علما ولا فلسفة، كلام فارغ، أين المحال فيه؟ ليه؟ لأنه بنى الاستحالة على مبادئ، انتبهوا، قدمها الفلاسفة كلها مطعونة، مش هنطول بذكرها، ارجعوا المسألة هتشوفوا عاد. ثم إيه أبو حامد استتلف فقال رحمة الله عليه: إنه إن كان العالم على ما هو عليه الآن هكذا بالحجم هذا لا يمكن أن يكون أكبر منه ولا أصغر منه، صار وجوده ماذا؟ ممكن أو واجبا؟ يصير وجود واجب، يصير وجودا واجبا. شو واجبا؟ يعني ضروريا. والواقع والحق أن وجود العالم ليس من أقسام إيش الواجب، بل من أقسام ماذا؟ الممكن. صار تناقض، يقول لا هو هيك ولازم يضلوا هيك وهو هيك وخلاص. أبو حامد هذا كلام فارغ. طبعا أبو حامد انتبهوا لم يقل بأن الكون يتوسع عشان نكون صادقين، لكن قال ممكن يتسع، ما فيش مشكلة، وممكن ينكمش، والله قادر على ذلك، وهذا من أقسام الممكن. ورفض أن إيه أن يسلم بعقيدة الفلاسفة أو رأي الفلاسفة أن هذا العالم لا يمكن أن يكون أوسع ولو بذراع ولا أضيق أو أصغر بذراع. قال لا، لو كان الأمر كذلك كما زعموا لكان هذا العالم من أقسام ماذا؟ الواجب، والحال أنه من إيه؟ من أقسام الممكن الذي إيه؟ حدث بعد أن لم يكن، يعني خرج بلغة ابن رشد من الليس إلى الأيس، خرج من الليس إلى الأيس، من العدم إلى الوجود. هذا كلام دقيق. ابن رشد انظروا الآن ما شاء الله عاد كيف رد عليه، وهنا هنا فعلا يعني كعة أو يعني تهافت تهافتا فظيعاً بمغالطة. تخيلوا ابن رشد إيش يقول؟ وما عشت أراك الدهر عجبا. هذا حجب. قال والجواب في هذا عندي أقرب. جاب جواب لابن سينا، قال لا عندي جواب أحسن منه. إيش هو الجواب؟ قال وذلك أنه يجب في الأشياء الضرورية على هذا القول ألا يكون لها فاعل ولا صانع. مثال ذلك أن الآلة التي ينشر بها الخشب هي آلة مقدرة في الكمية والكيفية والمادة، المشار يعني، صح؟ قال مادته من حديد، دائماً لا، مش ما بكون بالخشب، لازم يكون من حديد، وإلها حجم محدد وشكل محدد. إذن هذا على كلام أبي حامد بتصير إيش؟ من أقسام ماذا؟ الضروري الواجب، ومعناها بتصيرش مصنوعة للإنسان ولا حتى لرب الإنسان، من أقسام الواجب. شو الكلام الفارغ هذا؟ هذا كلام أطفال، هذا كلام صبياني. تعرفون لماذا؟ كل صبي يعلم أن المنشار يمكن أن يكون أكبر منه، مش شرط حبيبي، والمناشير ليست يا ابن رشد. عجيب عجيب، أنا أخذت هذا لما كاد أصدق، هذا ابن رشد إلى هذه الدرجة تهافت وهوى؟ هو التقليد، انتبهوا التقليد، لازم أرد على أبي حامد. شو ترد يا حبيبي؟ الرجل تكلم أشياء صحيحة واضحة رجيحة، انتهينا خلاص، سلم، تراجع مثله. هو علمنا أن نخضع للحق، نبخع للحق، قال لك لا بدي أجادله. شو الجدل؟ أنت هنا فعلا سفهت نفسك، سفهت عقلك، حتى مش الحق، قبل أن تسمع الحق سافيتها إيه وأزريتها بعقلك. قال لك هاي المنشار، المنشار عشان يؤدي وظيفته كمية محددة وكيفية محددة وشكل محدد،
لا بكون أكبر ولا بكون أصغر، وبكون من أي مادة أخرى، لازم الحديد عشان يؤدي وظيفته. إذا على كلام أبو حامد هذا بصير ضروري، كما زعم أن الكون تبعنا الما بكبر وما بصغر ضروري وبالتالي غير مخلوق. قال لا بصير حتى المنشار غير مخلوق. يا ابن رشد الله يخليك، الله يفتح عليك، شيء غريب جدا يا أخي. هل المناشير متحدة فعلا؟ لو عجل اليوم شاف المنشار الكهربائي قلم طالع نازل كان قال يختلف الشكل، الشكل مختلف تماما، هي يختلف الشكل يا حبيبي، ولا مش صحيح؟ وممكن يصنع منشار كهربائي من 50 مادة أخرى غير غير الحديد عادي. ممكن اليوم بالعلم عنده قدرة أن يقص لك الخشب بالتراب بالماء، نعم بالماء موجود، بالتراب موجود، ومنشار من أحسن المناشير، مش شرط المادة ومش شرط الهيئة. وأما الحجم يا أبا الوليد يا فيلسوف قرطبة رحمة الله عليه رحمة واسعة، أما الحجم فالكل يعلم علما يعني تجريبيا ملقى على طرف الشارع أن المناشير منها هكذا منها هكذا منها هكذا مختلفة. لا أدري كيف قال هذا الرجل، شيء غريب يا أخي. إيش قال؟ قال أعني أنها لا يمكن أن تكون من غير حديد، ولا يمكن أن تكون بغير شكل منشار. تعال شوف الإصبع هذا اللي بنشر اليوم هو تيار المي اللي بنشر كمان، إيش الكلام الفارغ هذا؟ ولا يمكن أن يكون المنشار بأي قدر اتفق، لا ممكن، فيها القد وفيها القد، وفي منشار بمسكوه 10 رجال وروح تعال شوف طول 10 متر وبنشره في الخشب، كله موجود يا ابن رشد. قال وليس احد يقول ان المنشار هو واجب الوجود، فانظر ما اخس هذه المغالطه. قال ابو حامد غالط ومغالطته خسيسه. اقول له لا والله، والله ما غالط الا انت، وانت مغالط كبير هنا، ومش حقول ما اخس مغالطتك احتراما لك، لكن مغالطه واضحه يا ابو الوليد، عفى الله عنا وعنك. فالعجب يا اخي من ابن رشد، تخيلوا، وقالت انا تهافت التهافت، لا هنا انت لم تصب، انت هنا تهافت حقيقه. تهافت حقيقه. على كل حال حتى لا اطول في هذه المساله، يمكن ان تعودوا الى الكتابين المعركتين الحاميتين، لكن باختصار الان لو اتينا نستشير العلم الحديث العلم المعاصر نقول له انت مع ماذا؟ اولا في المسالتين كلتيهما، هل الكون بحسب العلم الحديث الكوزمولوجي علم الكونيات ونشاه الكون مش الفلك وهيئة الأجرام، لا لا لا، نشأة الكون وبنية الكون وماضي الكون وحاضر الكون ومصير الكون، هذا كله يبحث فيه علم كبير اسمه كوزمولوجي. بالنسبة لكوسموس، كوزمولوجي يعني علم الكونيات، بحسب علم الكونيات، علم دقيق جدا وعنده أسس رياضية وطبيعية وهائلة. بحسب الكونيات الكون الآن له بداية أو ليس له بداية؟ له بداية. حددوا لي أنتم الحين بالرقم كم؟ 13.7 بليون سنة، يعني مليارد، يعني 10^9 13.7 مليار سنة، ما تقولوش ضوئية، لا سنة وقتية عادي، انتبه. هذا عمر عمر الكون حسب النظريات العلمية الرياضية الدقيقة جدا جدا، والآن تقريبا تقدر تقول أصبحت مقبولة لدى جميع العلماء. أقوى نظرية على الإطلاق هي نظرية الانفجار الكبير، أوريكنال تيوري أو بيج بانج ثيوري، التي تقول فيليك براسكا يا أبو ريحان، الفيليك براسكا تيوريا، التي تقول بأن الكون قبل هذه المدة كان كان كله مختزن في مفردة سينجولاريتي دقيقة جدا 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 ذات رتبة 10^34، شيء رهيب، يعني أصغر من البروتون ملايين ملايين المرات. وبعض علماء الكوزمولوجيا الكبار قال إحنا علينا أن نتكلم بكل تواضع ونقول يعني الكون نشأ من إكس نيهلو باللاتيني، من nothingness، من عدم. شو تقول أنت 10^34؟ مستحيل، ما في شيء معناها، ما في شيء. وبعدين حدث هذا البيج بانج، الانفجار الكبير الفرق على العظمى، وبدأ الكون ماذا؟ صغيرا جدا جدا، وبدأ يتسع، والآن وقال لك ما زال يتسع. ومش هيك وبس، تجريبيا أرصاديا بالأرصاد هذا ثبت. وعندكم نظرية مشهورة جدا اسمها نظرية ريد أند بلو شيفت، الإزاحة الحمراء والإزاحة الزرقاء. أي نجم بتحرك قاعد يا بقرب علينا يا ببعد عنا، بنأخذ الضوء اللي جاي منه بنحطه في المطياف، إذا صار عندنا إزاحة نحو الأحمر معناها قاعدة ببرطة رايح هذا ببرطة في الكون، وإذا الإزاحة نحو البلو والأزرق معناها قاعدة بقرب علينا. لقينا معظم المجرات والستارز والسوبر نوفا كله ببرطة رايح أحمر 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 ريد شيفت ريد شيفت، كله واضح واضح. طبعا نظريه جميله عندي عليها محاضره يمكن 8 ساعات عن نظريه البيج بانج هذه، من زمان قبل حوالي 12 سنه
هذه جميلة ومتقنة وقوية وبتتغلب على صعوباتها يوما فيوما. سبحان الله، يبدو أنها إيه ستكون هي النظرية إيه المعتمدة بعد ذلك ربما بشكل إيه يعني شبه نهائي في نشأة الكون، في نشأة الكون. فالعلم هنا وقف بكل فخر مع مين؟ مع ابن رشد وجالينوس وأرسطو والجماعة دول، ولا مع الإمام الغزالي؟ مع الغزالي، مع علم الكلام الإسلامي، مع التوحيد معناها، مع القرآن، مع القرآن. والعجيب القرآن بشكل واضح قال لك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يا إلهي هذا عجيب، هذا كلام ما فيش كلام، واضح جدا جدا، وإنا لموسعون. ما تقول لي واقف بتحرك في كلام فارغ، هذا تبعك الفلسفي، كله كلام فارغ هذا، ضد العلم. وبعدين في عندنا ايش؟ يعني بسموها الخلفيه الكونيه ذات الاشعاع الماكروي، كوزميك كوزموك مايكروويف باك جراوند، هذه الخلفيه الكونيه ذات الاشعاع المايكروويف، عفوا مايكروويف الصغروي، هذه اللي ارسلوا اعتقد في اخر التسعينات تقريبا الكوب، المستطلع المسبار هذا الفضائي اللي اسمه كوب هذا، لكي يرصد هذه الاشعه، وثبت فعلا ان الكون نشأ تقريباً إيه من هذه المدة، وأن الكون في توسع دائم. نظريات معقدة ودقيقة جداً جداً. فالعلم هنا إيش يقف كما قلت لكم إلى جانب إمامنا أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه. بالمناسبة حتى لا أنسى، هذه معلومة هم سجلوها خاصة درسوا الفلسفة والفكر الإسلامي، الثابت عن الفيلسوف الكندي، فيلسوف العرب، هذا عربي أصيل، وعن الفيلسوف أبي نصر الفارابي، واضح؟ أنهما من الذين كانوا يقطعون بحدوث الكون، يعني ينكرون أزلية الكون، أن الكون أزلي قديم، قال لك لا مش صحيح، على عكس ابن سينا وعلى عكس ابن رشد قالوا إيه بقدم العالم زي أرسطو. الفارابي قال لا الكون حادث، وهذا شيء مهم جدا جدا. والفيلسوف الكندي قال الكون حادث، طبعا هذا مش غريب جدا، لماذا؟ لأنه ما كانش لسه إيه الغلبة بشكل واضح للفيلسوف أرسطو أبدا، كان في عندنا الأفلاطونية وعندنا إيه المشائية. فالفارابي عنده كتاب إيه الجمع بين رأي الحكيمين، بين رأي الحكيمين، وهذا صحيح. من الحكيمين؟ من هما الحكيمان؟ أفلاطون وأرسطو. فالفارابي أبو نصر الفارابي تأثر في هذه المسألة برأي مين؟ برأي أفلاطون. من المعروف أو المعلوم أن أفلاطون كان يقول بماذا؟ بخلق العالم، طبعا عكس أرسطو تلميذه، أرسطو هو تلميذ أفلاطون. أفلاطون قال لا، الله تبارك وتعالى خلق الكون، أحدثه بعد أن لم يكن. لذلك الفلسفة المسيحية قبل إيه العصور الوسطى هذه بالذات مع توما الأكويني وويليام أوكام وأمثال هؤلاء كانت تتبنى إيه فلسفة مين؟ أفلاطون. لماذا تبنت فلسفة أفلاطون؟ لأنها تقول بخلق العالم، العالم مخلوق لله، هذا يلائم المتدينين. لكن فلسفة أرسطو تعتبر إلحادية، العالم غير مخلوق، قديم بقدم الله، صادر عنه بالضرورة لا بالاختيار، هذا كلام فارغ. وعلميا فارغ، الحين علميا فارغ، الكون حدث هكذا وله بداية، يعني صار بعد أن لم يكن وخرج من الليس إلى الأيس، واضح؟ هو هذا العلم يقول هذا، القرآن يقول هذا، علم الكلام تقول، الفلسفة الإسلامية الصحيحة تقول هذا، الكندي قال هذا، أفلاطون قال هذا، الفارابي قال هذا. سجل هذه الملاحظة مع أنها يعني لم تكن شائعة، برضو دي بور نفسه في كتابه إيه عن تاريخ الفلسفة الإسلامية قال أنا جدت هذا بشكل واضح، الكندي والفارابي القائلين بخلق العالم وحدوثه على عكس إيه؟ ابن سينا والفارابي في هذه الخليه. طيب ناتي الان الى مساله اخرى تتبدى فيها ايضا عبقريه امامنا الغزالي، موضوع بقاء الاجرام السماويه، الشمس انموذجا. طبعا حال الشمس حال اي جرم اخر، وما يفرقوش على فكره هم بين الكواكب وبين ايش؟ النجوم، سموها كل الاجرام، السيارات هذه، النيرات، كلها كيف ما تكون. معظم فلاسفة الإغريق الأغارقة ويتقدمهم أرسطو طبعا وجالينوس الطبيب هذا كان برضو فيلسوف هو حكيم يرون أن الأجرام العلوية كما شرحت لكم باقتضاب ماذا؟ أبدية مؤبدة إترنت، هذه لا يعني لا تنتهي في الأبد، دائما موجودة. لماذا؟ لا تتحلل، لا تفسد. قلت لكم عندهم مصطلح اسمه إيش؟ الكون والفساد، في كتاب لأرسطو اسمه كتاب الكون والفساد، شرح وترجمه مين؟ ابن رشد. الكون والفساد، ايش الكون وايش الفساد؟ الكون هو التركب. شو التركب يعني؟ من اكثر من عنصر. العناصر كم واحد عندنا في العالم الارضي السفلي؟ اربعه، التراب والماء، النار والهواء، واضح؟ وكل عنصر عنده طبيعه، وهذه عناصر مفرده
يعني لا يمكن إيه أن تكون مركبة، هي مش مركبة، التركيب يحدث بها منها، هذا مع هذا مع هذا بصير، واضح؟ هذا مع هذا بصير وهكذا. وهذه لا تنحل إلى إيش؟ إلى ما هو دونها، هي دون الدون، ما فيها، هذا عناصر سبستانس، هكذا يقولون. هذا كلام طبعا فارغ كما قلنا، كلام فارغ تماما يعني، لكن هكذا كانوا يعتقدون. فالتركب هو الكون. وبعدين إيش قالوا؟ وهذا صحيح على فكرة، هذا الحين صحيح، كل متركب أو مركب لابد أن ينحل، هذا صحيح. لذلك ما في هذا البدل الإنسان الحين مركب بالطريقة هذه، لابد أن ينحل. هتقول لي في الجنة إن شاء الله، اللهم اجعلنا من أهلها وقطان وعمارها، مؤبدين فيها إن شاء الله، هانئين وادعين. أقول لك مركب أكيد، حيكون مركب طبعا، كانت مخلوق إحنا، ما في مركب. لكن أنا بقول لك مثل ما دمنا هنا 70 سنة وسندوم هناك إلى ما لا نهاية، بماذا دمنا هنا وهناك؟ هذا له علاقة بالسوية الآن، بقيومية الله علينا، بالمدد السيال المتواصل من الله إلينا لا إله إلا هو. باختصار كما عبر ابن رشد في تهافت التهافت، هذه من الأمثلة الجميلة التي ضربها ابن رشد واستعارها بعض المعاصرين، بس هو مثال لابن رشد. الشيخ الغزالي في عقيدة المؤمن قرأت وأنا طفل صغير اقتبس هذا وعجبني، هو لابن رشد على فكرة، مش للشيخ الغزالي المعاصر، هو لابن رشد في تهافت التهافت. إيش قال ابن رشد؟ قال في فرق بين الله وبين البناء، فرق كبير جدا. البناء يبني البيت ثم يتركه وبروح بموت حتى ويبقى البيت، ولا صحيح؟ اللي بنى اي قصر بيبنيه كذا وبسيه وبعدين خلاص راح البنا، مات الى رحمه الله، الى غير رحمه الله، المهم يبقى القصر. قال الله ليس كذلك، الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بعيد، بنى السماء، بنى الكون، بنى الانسان. قال لك الادمي بنيان ربه ملعون من هدمه، كل هذا الكون مبني لله، ولكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل ولا لحيظة عن رعاية وتدبير إيه ما بناه لا إله إلا هو، لأنه فرض المحال ليس بمحال. لو أخذته سنة من نوم ولو لكسر من لحيظة، ماذا يحدث للكون؟ يغرق في ظلمة العدم في هذا الكسر من لحيظة، انتهى كل شيء خلاص، كأنه لم يكن، مش بتفرقع وبقع على بعضه، لا يختفي وجوده، يختفي بالكم، عدم عدم يصير عدم، لا إله إلا الله. معناها أنت مركب في الدنيا ومركب في الآخرة، انتبه، حضلك مركب، بمعنى إيه؟ أنك ستظل في حاجة متواصلة إلى مدد الله المتواصل إليك وعليك باستمرار. وهذا معنى القيوم لا إله إلا هو، فيعول من القيام في علم الصرف، قيوم فيعول من القيام، وهو الذي به يقوم كل شيء على أنه قائم بذاته لا يقوم بشيء، لا إله إلا هو. هذا الرب، هذا الرب الجليل. نسألك خشيتك الغيب والشهادة وكمال معرفتك بما يليق بنا، على واسع عطاء فضلك ومبسوط إيه؟ منحك، اللهم آمين. طيب، فهم قالوا إيه؟ قالوا هذه الكائنات الأرضية كلها يعتريها الكون التركب والفساد، كل ما تركب يفسد، انتبهوا، أي شيء تركب لابد أن يفسد يتحلل، مش بس المواد المشعة بالديكي بسموه، لا 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 لا، أي شيء، تخيل أي حاجة ضحى هكذا أكيد بعد بلايين من السنين تتحلل وبترجع تصير ذرات منفورة وبتركب منها شيء آخر وآخر، ما في شيء بيضل زي ما هو هيك، إنه خلص إنه لأبد الأبدين، لكن البلاستيك مش صحيح، كل شيء لابد يتحلل، لكن في زمن طويل. فرق بين شيء يتحلل إيه في 100 سنة وشيء في بليون وشيء في بلايين بلايين السنين، لكن بتحلل الموضوع، لازم يتحلل لأنه مركب. واضح. طيب كويس، نأتي الآن إيش إلى مسألة السماء. قالوا هذه الكائنات الأرضية كلها يعتريها الكون والفساد، الكون والفساد. أما الكائنات السماوية، شوف هذه صفصطة إيش وخرافات الفلسفة اليونانية، هذه الطبيعيات، هذه الأشياء من مباحث الفيزياء، الطبيعيات أبو حامد هنا اختلف معهم، صح؟ يعني الآن حتقول لي أعطيني نموذج يا عدنان لما اختلف فيه أبو حامد مع الفلسفة اليونانية في طبيعياتها. قلت لكم وأنا في ماذا قاعد؟ أنا في ماذا عامل الآن؟ تكلمنا عن موضوع اتساع السماء، صح؟ هذه طبيعيات خالفهم فيها. تكلمنا عن موضوع إيش؟ بقاء الأجرام السماوية أو ذبولها وفسادها، إيه هذه طبيعيات، اختلف رأيه معهم والعلم أيده مرة أخرى أيضاً. إيش قالوا؟ قالوا الأجرام السماوية لا يعتريها الكون وبالتالي لا يعتريها الفساد. ليش؟ لأنها مخلوقة من عنصر بسيط واحد، مش من عنصرين فأكثر، عنصر بسيط أثيري، الإثر هذا، عنصر أثيري بسيط واحد غير العناصر الأربعة الأرضية، فصار مجموع عناصر الوجود كم عنصر الآن عند الأغارقة؟ 5. شفتوا؟ التراب والماء النار والهواء والإثير، 5. الإثير هذا للكائنات إيه؟ السماوية.
لذلك عوالم السماوات بكل ما فيها عوالم أبدية لا تذبل لا تتغير. جميل، عندكم أدلة؟ ابن رشد للأسف أيد جالينوس وأيد أرسطو في هذه المسألة، قال هو هيك، وافترض مسكين برضو نوع من المصادرة، قال لك الحين للعوامل هذه لو كانت حتتحلل حتتحلل لإيش؟ مش لتراب وماء، ومش لأي نار وهواء، ومش لأثير، لأنه الأثير ماذا؟ بسيط، عنصر بسيط، مع أنها حتتحلل لشيء سادس غير موجود، وكل ذلك محال. هذا الكلام من ابن رشد عفى الله عنا وعنه وسامحه، متى يسلم له؟ لو سلمنا له المقدمة أن الكائنات السماوية مالها؟ كائنات بسيطة مش مركبة. أبو حامد بالذكاء تبعه سبحان الله يا أخي، الذكاء الملي من أول لحظة قال غلط هذا. عارف إيش قال أبو حامد؟ ما يقوله اليوم العلم الحديث تماما المعاصر، قال كل كائنات السماء نواة نجوم وكواكب ستب مكونة مركبة تركب كائنات الأرض. شو العقل هذا؟ جهبة الرجل هذا يا أخي. قال لك هيك ليه؟ ليه تفترض أنها بسيطة ولا قال كلام فارغ، مركبة قال، وإذا مركبة لابد أن تنحل وتذوب. حنشوف بماذا احتج جالينوس طبعا وأرسطو وبماذا أجاب الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه. طيب صحيفة 126 من تهافت سليمان دنيا، قال ما تمسك به جالينوس إذ قال لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام لظهر فيها ذبول في مدة مديدة. عند جالينوس طبعا 200 سنة مدة مديدة، يعني في عمر الكون 1000 سنة 2000 مدة مديدة، ونحن عارفين اليوم هذا كلام ايه؟ كلام فارغ. 1000 و2000 ومليون و200 مليون و500 مليون ومليار كمان لسه بظهرش، مش شرط. ايه هذا عالم والارصاد قال هاي كمان. اذا اول حجة جالينوس قال ايش؟ لو كان الشمس هذه طبعا وسائر الاجرام السماوية تقبل انعدام والتفكك والتحلل والذبول كان ظهر هذا، كان شفناها بدأت تصغر زي بالونة بدأت تصغر قاعد تفنى. قال هذه في مدة مديدة ولا ظهر أي شيء، وبدليل الأرصاد كمان، والأرصاد الدالة على مقدار. شو الأرصاد؟ مش شرط بالتلسكوب، يعني إنه في ناس كتبوا قبل 1000 سنة الشمس زي ما هي والحين زي ما هي على مقدارها منذ آلاف السنين لا تدل إلا على هذا المقدار. فلما لم تذبل، شو المقدار؟ يعني مقدارها الحالي زي ما هي هيك، بتقيسها بالشبر وانت بعيد تشوفها بالضبط، يعني زي ما هي الشمس ما تكون في السم فوق الراس، ما فيش سحاب ما فيش غيوم، تطلع هي زي الغربال، حجم غربال بس، من آلاف السنين غربال، اليوم غربال، معناها الشمس لا تذبل. عقل علمي كويس، لكن شوف عبقرية أبو حامد غزالي عاد تتخطى كل هؤلاء رحمة الله عليه. فلما لم تذبل في هذه الآماد الطويلة دل على أنها لا تفسد أو تفسد. انتهينا الاعتراض عليه من وجوه أبو حامد الآن يتكلم. الأول أن شكل هذا الدليل من ناحية منطقية، يعني الشكل من ناحية منطقية، أن يقال إن كانت الشمس تفسد فلابد أن يلحقها ذبول، لكن التالي محال فالمقدم محال. إيش التالي؟ أنها تذبل. قال ما في ذبول، فمعناها الشمس لا تفسد، معناها إيه؟ الشمس غير مركبة، معناها الشمس بسيطة أثيرية. قال هيك هو، وهو قياس يسمى عندهم الشرطية المتصل، درسناها في المنطق، هذه الشرطية المتصلة درسناها بالتفصيل عادي. وهذه النتيجة غير لازمة، هو يقول هذه النتيجة غير لازمة لأن المقدم غير صحيح، أن الشمس ماذا؟ لا تفسد. ليش؟ لأنها غير مركبة، لأنها بسيطة. قال لا غلط، مركبة، وبما أنها مركبة غير بسيطة فلابد أن تفسد، لابد أن تتحلل. واضح؟ ما لم يضف إليه شرط آخر وهو قوله إن كانت تفسد فلابد أن تذبل، فهذا التالي لا يلزم هذا المقدم إلا بزيادة شرط، وهو أن نقول إن كانت تفسد فسادا ذبوليا في خطأ في الطباعة، فلابد أن تذبل في طول المدة، أو يبين أنه لا فساد إلا بطريق الذبول، أو يبين يعني قصده المحتج جالينوس، أو يبين عفوا أو يبين أنه لا فساد إلا بطريق الذبول حتى يلزم التالي للمقدم، ولا نسلم له أنه لا يفسد الشيء إلا بالذبول، بل الذبول أحد أوجه أو وجوه الفساد، ولا يبعد أن يفسد الشيء بغتة، وهو على حال كمالي. وهذا فعلا يحصل يحصل في انفجارات اختفى مع أنه طبعا هذه البغتية بملاحظة الرصد القريب، لكن لو أخذت أنت منحنى حياة النجم
الحين سأتحدث لكم عن الشمس علميا كيف بيصير فيها، ايش حيصير فيها، يصير عملاق احمر في الجنت ويصير بعدين وايت دوارف قزم ابيض وليش وكيف قصه فلكيا، اتحدث لكم عن هذا. الثاني انه لو سلم هذا وانه لا فساد الا بالذبول، فمن اين عرف انه لا يعتريها الذبول؟ اما التفاته الى الارصاد فمحال. شو ليش؟ لانها لا تعرف مقاديرها الا بالتقريب، والشمس التي يقال انها كالارض 170 مره، هي 170 هي؟ امبارح سبحان الله في الخطبه ذكرت كم هي؟ 1,300,000 مره، لانه قطرها 1,400,000 كيلو متر. الارض قطرها كم؟ 12,800 كيلو متر. بيطلع حجم الشمس 1,300,000 مره قد الارض. هو ايامه قال لك 170 مره كثير يعني ايه، او ما يقرب منه. ولو نقص منها مقدار جبال مثلا لكان لا يتبين الحس، وهذا صحيح. شفت ذكاء الامام الغزالي، قال لك هي كبير كثير 170 مره على الارض، فلو راح منها مقدار جبلين ثلاثه اربعه مش حنشوفها، لانه هذا ال 170 مره قد الارض هل قد هي كلها شايفينها؟ لما نروح جبل ولا حيبين نقطه. عقل مرتب ذكي، وهذا صحيح. على فكره الشمس كل ثانيه الان عارفين قديش تخسر من كتلتها؟ 3600 طن بدقة، يعني 3600 طن في كل ثانية. عمركم شفتوها امبارح هيك واليوم صارت هيك؟ ما بين. وهذا من 5 مليارات سنة بيصير فيها هيك، من 5,000,000,000 سنة تخسر في كل ثانية. احفظوها، 3600 طن، اضرب 3600 في ايه؟ في 1000، بيطلع كم مليون كيلو في كل ثانية. ما يبينش، ما يبينش، أنا قد الأرض 1,300,000 مرة، ما يبين لسه. طيب، ولو نقص منها مقدار جبال مثلاً لكان لا يتبين للحس، فلعلها في الذبول. شوف وهذا صحيح، وهي فعلاً في الذبول. وتوك هذا رجل عجيب، أبو حامد رحمة الله عليه، قدس الله سره، رجل مفتوح عليه، رجل مفتوح عليه، الله فعلاً منور ذهنه، منور ذهنه، ومش مقلد، مستقل، استقلاله هو اللي أبرز عبقريته ولياقاته العلمية والفكرية، استقلال. أنا أدعوكم إلى الاستقلال. قال لك عدنان يعلم الناس التمرد في الذبول، هم منعوا علي أنني أدعوكم إلى القراءة، قلت لكم اقرأوا اقرأوا اقرأوا، قال لك يقول لهم اقرأوا، يا طبعاً اقرأوا حتى لا تكونوا كهؤلاء الناعين عليه التائهين، تائه ناس تائه. قال فلعلها في الذبول، هي الآن قاعدة تذبل، وفين تذبل؟ سبحان الله، شمس تذبل بس ما بتبين. هذا إيه؟ في ملايين السنين، هذا بده مليارات، يعني الآن عمرها، الآن عمرها 5 مليارات سنة. كم مقدر لها أن تعيش أيضاً؟ سهلة، 5 مليارات أخرى. يعني الشمس متوسط عمرها كله إن شاء الله حيكون، مجمل عمرها عفواً، مجمل عمرها حيكون 10 مليارات سنة، وبعدين تنتهي. كيف حتنتهي؟ حشرح لكم إن شاء الله علمياً كيف حيصير باختصار. قال فلعلها في الذبول، وإلى الآن قد نقص مقدار جبال فأكثر، والحس لا يقدر على أن يدرك ذلك. والله صح، 100% صح الكلام هذا، لأن تقديره في علم المناظر لا يعرف إلا بالتقريب. وهذا كما أن الياقوت والذهب مركبان من العناصر، صح، الياقوت مركب والذهب مركب، هم بيعترفوا أنه مركب، كويس. قال عندهم وهي قابلة للفساد، صح، وبيعترفوا. ليه بيعترفوا؟ لأنها مركبة، كل عناصر، كل عفوا كل كائنات الأرض مركبة، مزبوط، وهم بيلتزموا أنه كل ما في الأرض يفسد. قالوا كويس، طيب الذهب يفسد صح، طب جيب ذهبية هيك، قطعة ذهب وحط رميها هيك، بعد 100 سنة ينقص منها شيء ولا بتقدر تشوف اي حد عنه؟ اكيد راح فيها شيء. بعد 1000 سنة بروح. قال طيب هذا زي هذا. شوف ما اذكى. على فكره كما قلت لكم، اللي بده فيكم يفكر بعقليه جيده ومبتكره يلعب اللعبه هذه. انا بحب العبها كثير وانا صغير. ايش هي؟ لعبه المقارنه. دائما افترض امثله وقارن تقرب لك الموضوعات. البرت اينشتاين عارف ايش قال؟ العلم كله لعبه مقارنه. لما تقرا حياه اينشتاين انت، معظم تجارب اينشتاين اللي اوحت له ايه بعبقرياته الفيزيائيه، وين عملها؟ في اي مختبر؟ المايند تبعه، في الذهن هنا. يسموها المينتال اكسبيرمنتس. اللي هي التجارب العقليه الذهنيه، هو قاعد افترض هيك، لو افترضنا ذره، شطرناها كذا، اخذنا جزيء، شطرناه 2، واحد هين وواحد على كوكب كذا، كله عملها. هذه تجربه مشهوره جدا، تجربه اينشتاين نيلزبور، واحد ثالث، يمكن روزن، 3، تجربه في الذهن. معظم ابداعات اينشتاين على الاطلاق بل كلها ذهنيه. وبفترض هيك، نفترض هيك، ايش بصير؟ بس المقيد باوهاق التقليد واوهاق السلطه
سلطة المجتمع أو سلطة كذا كذا ما يقدرش يقارن. خلص الأمور عنده واضحة. انتبه أبو حامد يقارن. قال تفضل ها قطع الذهب. إيش قال؟ قال وهذا كما أن الياقوت والذهب مركبان من العناصر عندهم وهي قابلة للفساد، ثم لو وضعت ياقوت 100 سنة لم يكن نقصانها محسوسا، فلعل نسبة ما ينقص من الشمس في مدة تاريخ الأرصاد، تحكي عن هيجرينوس قال الأرصاد 2000-3000 سنة، كنسبة ما ينقص من الياقوتة في 100 سنة. كومبير، مقارنة، لعبة مقارنة. هنا عالم يتحدث وفيلسوف أيضا رحمة الله عليه. وذلك لا يظهر الحس، فدل أن دليله في غاية الفساد. وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا الجنس نتركها يتركها العقلاء، وأوردناها هنا هذا الواحد ليكون عبرة ومثالا لما تركناه. وعارف الدليل قوي قوي جدا جدا جدا، سحقهم بهذا الدليل. قال واحد السلام عليكم نمضي لمسألة ثانية ما عندناش مشكلة. واقتصرنا على الأدلة الأربعة التي تحتاج إلى تكلف في حل شبهتها كما سبق. نكتفي بهذا القدر مع عبقرين الحجة رحمة الله عليه، إلى أن نلقاكم في حلقة جائفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.